تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط هذه الأيام معرضا للمنتجات الجزائرية بمشاركة 150 شركة، ومع نهاية الشهر ستكون مدينة نابولي الإيطالية على موعد مع منتدى استثماري جزائري إيطالي يجمع 100 من رجال الأعمال، حدثان يؤكدان الحركية الجديدة للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية. مثل هذه الملتقيات تساهم في التعرف على قدرات الاقتصاد الاقتصادية والقدرات الإنتاج لمختلف المنتوجات المحلية حتى تساهم في رفع الاقتصاد الوطني والتعريف أكثر بالمنتوجات الوطنية دبلوماسية الاقتصادية إلى لاحظتم مشاركة مشاركة مختلف الفاعلين في في معارض مختلفه بافريقيا في اوروبا في مختلف انحاء العالم ايضا مجموعه معارض راهي تقام من 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 حين الى اخر للترويج للمنتوجات الجزائريه بعض القوانين كقانون الاستثمار اللي راه وراح يكون 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 محطه هامه ايضا في هذه الدبلوماسيه هكذا بدأت السنة الجديدة. داخليا تواصل الجزائر اصلاحاتها التشريعية وتحفيزاتها الاستثمارية، وخارجيا تتواصل استراتيجيتها لبلوج الاسواق الدولية. فوفق التوجه الجديد للحكومة وتعليمات رئيس الجمهورية، ستفتح الجزائر أبوابها لجذب المستثمرين الأجانب، وستنفتح هي أكثر على الاسواق الخارجية. كانت الدبلوماسيه الاقتصاديه الجزائريه كانت تعيش نوع من الركود والان الحمد لله بعد تحسن الاوضاع الاقتصاديه والامنيه في الجزائر اصبحت الجزائر لها رؤيه وان كانت لابد من التركيز على هذه الرؤيه الاقتصاديه والخروج الى الاسواق اسواق الجوار لان هي الفورس فيها الفرص اكبر فيها الفرص اكبر لدخول هذه الاسواق واغتنام العلاقات الخارجيه الاخويه والجواريه التاريخيه كي نحقق ايضا الاقلاع الاقتصادي من واكشوت الى نابولي ومن افريقيا الى اوروبا بدات الجزائر تجني ثمار دبلوماسيتها الاقتصاديه بحدثين كبيرين مع بدايه السنه الجديده سنه يعول عليها كي تكون سنه الاقلاع الاقتصادي ودخول الاسواق الخارجيه